مع شروق الشمس 25 يونيو 2013، كانت الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في الشارع المصري قد بلغت ذروتها. مع تفاقم أزمة الوقود والسولار واختفاء بنزين 92 و95 تماماً، بالإضافة إلى الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي الذي هدد الأرواح في المستشفيات والأماكن العامة بعدما غرقت البلاد في ظلام دامس نتيجة البنية التحتية المتهالكة لقطاع الكهرباء، كما انتقلت حالة الاحتقان من دواوين المحافظات كالأقصر والدقهلية اللتين شهدتا كثيراً من الاشتباكات والتراشق بين المؤيدين والمعارضين إلى دواوين الوزارات، وعلى رأسها ديوان وزارة الثقافة الذي اعتصم فيه كثير من رموز الثقافة المصرية، إلى حين إقالة الوزير اعتراضاً على ضعف أدائه ومحدودية خبرته. في اليوم نفسه عقد الرئيس المتأكلة شرعيته آنذاك محمد مرسي اجتماعا لمجلس الأمن القومي الذي ضم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية، وحدد اليوم التالي موعدا لإلقاء خطاب لرأب الصدع المجتمعي. عالميا اعتبرت كثير من الصحف العالمية مصر أكثر بلدان العالم التي شهدت احتجاجات في السنوات الأخيرة، كما ألقت باهتمام الضوء على دعوة وزير الدفاع آنذاك الفريق أول عبد الفتاح السيسي إلى الحوار الوطني، كما ألقت بكثير من التفسيرات للتحذيرات الشديدة اللهجة التي أطلقها وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، واعتبرتها رسالة طمأنة من الجيش إلى المعارضين الذين يتلقون التهديدات باستخدام العنف تباعاً من كوادر جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها. وبينما نجحت حملة تمرد في جمع 2,600,000 توقيع من محافظات الصعيد، كان اقتراب الموعد الذي ضربته قوى المعارضة المدنية ينذر بوقوع حدث كبير، وسط تخمينات بطبيعة السيناريوهات المحتملة لمرحلة ما بعد سقوط حكم الإخوان.